مدحوينها دولدة سومالي لان أحمد محمد سيلانيو يوفدي وهقامين أيو أيا وحا أي وعن ببحين ودن كتركيغا كدي مركي أي مرتغات كهلين دولدة ودن كتركيغا وحا وربحين تنسوات دري خدر مع الانتاغ وكسوغن مقالدة هرقيسة مدحوينها سومالي لان مدني أحمد محمد محمود سيلانيو يوفدي وهقامين أيو أيا مانتا وكعتمي دلك تركيغا وفتيغن وهقامين أيو مدحوينها سومالي لان وعيكو هلينيين وزيركا وزارة دي بودجينتا سلابان إيسا أحمد كار حق لتوسية يا وزيرك مدحتو يدا حرس علي حاج حسن يا مروذة مدحوينة أيا قلبتا كان بابا حي مدارك مقالة ده هرقيسا وحانو مدحوينة سومالي لان انتي عانو كدو فين مدارك هرقيسا وكل حال ديقل كنسا شدا صحافة دا كالدوان يا سومالي لان وحانو مدحوينة وفافاهين كبحيي وشادة ده سعودة الكيسا إيسا قوشا يقين يوكا اتمايان دالك تركيقا ووكا عسومي رئيس الوزارة تركيقا بابا حنا الدابة إدمو دالك تركيقا halkaas aan martiqaad ka helay ee prime ministerka dalka turkiga ay halkaan nagu martiqaaday ee wafdi iga sii horeeyay oo wasiir ka koobanina way naga horeeyano ay horey u nooga sii horeeyaan oo tageen ee dalka turkiga waa dal weyn waa dal ay taariikh wadaagno waa dal wax badan inaga xidhmi karaan ودلك أن سلنا هاي وحندونا إنه حرير في عمل يارنو ودن عيب بدن له في هذا دردد مرتقات قا هذا نقول فرحني ومتقنا إن شاء الله وحنا لا كبرنا إنه نقول سوق نقول سوق قليه ودن هاي نقول لنا هاي إلا بدك دلك الحياة إنه نسيها بنا ونكسن سلام ملدنا أيام لا كبرنا halkaas ayaanu ku tagaynaa waftigaas ee wasaaradda weyn ugu horeeyay oo hore halka lagu soo dhaweeyay taas ayaa socodkaygu daran yahay waxaana ka mid tahay dhaqdhaqaaqa badan ee ay dawladdu sameynayso ee ay dawladda kula xiriirayso si aynu qadiyadeenna iyo danaheenna uga dhaadhicino caalamka intiisa kale aynu uga dhaadhicino madaxweynaha somaliland waxa uu ka hadlay sidoo kale cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto somaliland isagoo sidoo kale jawaab ka bixiyay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya وعصوم هاي الدولة الصومالية الاعتراف معها هو كأنا قبطين تلاقى قاعدنا ومت دبعت أنا إنه كان إنسان عادي هذا روحنا هاي أنا قلت مر والبا أما هالنقطة الدولة الصومالية الدولة الصومالية مير كتير وأنا كل دولة إنه يحب أنا كل عسنا يحب أنا كم هذا بدنا ما هينه عند كنت رئيس ذا كلا أي ترارا وترى وحي وهذا البان كل ما يستنى وأنا خبر هالدولة أنا قلنا وهذا بدنا كملهن أول بوا وهذا لني وراي الدولة مير بدنا نسكون نبت وهذا الوحكام قبنه وده هذا لوسيما يهاي وسومالان اي كونو ستاك جيدا يمدح بناني دادا اي بوچين سو عدين سو عد كستا مانتان وعدين سو دافعات دا نقطانا دولد دا سومالي لان ويلي دهي ايدا خفلان هوب خفلان يدد خفلان ودل كيدا الاشادا مركي بحرية ديادا مركي ورابا بلاش لكو بس ينا حوق يكو لسو نقطة يقعان بيكو لسو madaxweynaha somaliland ayaa waxaa ku sii sagootay madaarka hargeysa qaar ka tirsan golaha wasiirada ee somaliland shir gudoonka golaha wakiilada iyo golaha guurtida madaxweyne ku xigeenka somaliland isagoona halkaasii salaan sharafeedkii qaatay qaar ka tirsan cutubyada ciidamada kala duwan ee somaliland socdaalka madaxweynaha somaliland madan axmed axmed maxamuud siinaa ku tagaya dalka turkiga ayaa noqonaya mid kadisa islamarkaana aan hore loo soo shaacaynin iyadoo madaxweynuhu sheegay inuu dalka turkiga kagala soo hadli doono arrimo caafimaad la xiriira sidii ay wada shaqayn lahaayeen labada dal kala maalinta Somali Channel wadaarka magaalada Hargeysa.